شاركت هيئة تقويم التعليم مع شريكها التقني علم في معرض بت 2016، وتعتبر هذه هي المشاركة الأولى من نوعها للمملكة العربية السعودية في أكبر مؤتمر عالمي لتكنولوجيا التعليم. هيئة تقويم التعليم مشاركتها الهدف الأول منه هو تبادل الخبرات مع الجهات التي تمثل نفس أنشطة ومجالات الهيئة، ولذلك حرصت الهيئة من خلال هذا الجناح مع شريكها التقني علم بإبراز المنظومة الإلكترونية لتقويم التعليم في المملكة. وتم افتتاح قسم المملكة العربية السعودية في المعرض من قبل معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، وحظي المعرض بمشاركة عالمية وعربية وخليجية. برنامج الهيئة نفسها يعني تفاجأت فيها أنها حاجة حلوة، يعني حاجة جديدة وفي المجتمع وممتازة مرة، يعني كويسة يعني. وهدفت المشاركة إلى التعريف بالهيئة وأهدافها، والتي تتمثل برفع جودة التعليم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المعرفة والاطلاع على التجارب المماثلة في مجال تقنية المعلومات وتبادل الخبرات التعليمية. طبعاً ولله الحمد الهيئة هي كانت هيئة وليدة عمرها تقريبا سنتين. الدعم اللامحدود الذي نجده من الملك سلمان بالدرجة الأولى في التعليم، ونجد أيضا هذا الدعم الحمد لله ممتد لهيئة تقويم التعليم لتمارس أهميتها، خصوصا وأن الهيئة ما زالت إلى الآن هي مرتبطة بالملك سلمان مباشرة. لطالما آمنت المملكة العربية السعودية بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، ومشاركتها في أكبر مؤتمر عالمي لتكنولوجيا التعليم إنما يدل على سعي المملكة المستمر في دعم جودة التعليم والكفاءات العلمية. دانيا إرشيد، الإخبارية، لندن.